اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام الزلفلاون، مرحبا يسون اينما كنتم وحيثما توجدتم على اول قناة الكترونية زي يوتيوب من اجل الحديث على الخرجة الرجولية، خرجة الابطال، خرجة ابناء الثوار والشهداء والمجاهدين من منطقة تفوح برائحة دماء الشهداء الابرار. من منا لا يعرف منطقة أقبو؟ من منا لا يعرف أن نواة الثورة الجزائرية انطلقت من هناك؟ وهذا ليس بشيء الجديد ولا بالغريب، منطقة أقبو ومنطقة القبائل كلها بشكل عام دائما ما نجدها ضد الفتنة، دائما ما نجدها تحارب العنصرية، تحارب الجهوية، تحارب كل أشكال التفرقة والفتنة. لا للفتنة في منطقة الشهداء والأبرار، لا للفتنة بين أبناء المنطقة الواحدة وبين أبناء الشعب الواحد. كلنا جزائريون من الشرق إلى الغرب، من الشمال إلى الجنوب. جماهير نادي أقبو التي ردت بقوة وعلى طريقتها الخاصة على تصريحات الانفصالي الإرهابي فرحات مهني، والذي أراد أن ينسب لنفسه بأن فريق أقبو وجماهير نادي أقبو تدعمه وتدعم حركته وأفكاره. لا لا والله، جماهير نادي أقبو بسكانها وفريقها ومسيريها عبروا عن رأيهم وهي الراية الوطنية، وكلهم مع الجزائر والجزائريين وضد تلك التصريحات. الكبار الصغار الجميع حضر إلى الملعب وجاء برأية الوطني، وحتى اللاعبين، وكأنها مباراة للمنتخب الوطني، لكنه تيفو على طريقة جماهير نادي أقبو التي ردت بطريقتها وعبرت عن رأيها وموقفها بالراية الوطنية وبالأهازيج الجزائرية 1-2-3 فيفا لجيري. دوت الملعب في مباراته امام اتحاد الحراش، فريق أقبو الذي يقترب من تحقيق صعود تاريخي الى قسم المحترف الاول، سيواجه المولودية والشباب والاتحاد والوفاق والشبيبة في درب كبير. هو وطني ومسيريه وطنيون وجماهيره وطنيون، وهو اهل الوطنية وروح الوطنية تنبتق من هناك من جبال جرجرة الشامخات. لذلك يا أيها الفتان، يا أيها الإرهابي بأفكارك وبتصريحاتك وبسمومك، هذه السموم خليها عندك، لأن جبال جرجرة برجالها الشامخين وجبال شامخات لن تصل سمومك إلى أي منطقة ولا أي دشرة صغيرة. تحيتنا إلى كل سكان المداشر والقرى بمنطقة القبائل الأحرار. شكرا لكم على هذا الرد الذي كان صريحا وواضحا وشفافا، مؤكدين أنكم دائما أهلا للوطنية وأهلا للتضحية من أجل هذا البلد العزيز. كما نقولها دائما، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. تحيا الجزائر واحدة موحدة. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.